للحديث حول مهرجان سوريا لأفلام الموبايل. يسعدنا أن نستضيف ميزر مطر المنسق والمتحدث باسم المهرجان من اسطنبول في تركيا، والكاتب المسرحي الأستاذ فارس الذهبي. أهلا بكم. صباح الخير ضيوفنا. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. هلا. صباح الخير ميزر. صباح النور. أهلا وسهلا فيك ميزر. بدنا نبدأ معك بالبداية. اليوم هي السنة الثانية اللي بيكون فيها هذا المهرجان، شو الجديد اللي قدمتوه ومختلف عن السنة الأولى؟ طبعا هاي السنة كانت العروض أكثر، الأفلام أكثر، انتشار المهرجان أكثر. البداية كانت ببصرة، مدرج بصرة مثل ما شفنا بالتقرير. يعني بس لو نعلي صوت شوي لأنه الصوت ضعيف. تعلي صوتك شوي ميزر، تقرب صوت من ال... نعم. طبعاً شو يعني كنا هاي السنة بلشنا بمدرج بصرة. المهرجان السنة بسوريا في أكثر من 20 مكان بسوريا، بالجنوب والشمال حتى خارجياً عندنا عروض أكثر بكثير من السنة الماضية. السنة قدمنا منحتين، منحة تيوب ومنحة العبور، وقدمنا ورشة بيكسل اللي جربنا فيها 11 ناشط أجوا من سوريا وعملوا أفلام وشاركوا بالمهرجان. تمام. يعني هاي الأفلام أستاذ ميزر بدأ رح تدخل، رح يتم عرضها بأكثر من دولة، شو الدول اللي رح تشارك فيها هاي الأفلام؟ لهلا انعرضت بإسبانيا وألمانيا، ونعرض بأثينا، ورح يكون في عنا عرض بنيويورك ولوس أنجلوس، ولسه في عروض بألمانيا، ونعرض بإسطنبول وغازي عمتها. نعم أستاذ فارس، يعني نحن عم نشوف اهتمام كتير دولي وكبير بخصوص هيك نوعية من الأفلام اللي عم بتم تصويرها بالموبايل، أنت كيف عم تشوفها؟ هل هو فن مستحدث، فن بديل عن الفن السينمائي؟ ليش هذا الاهتمام كلياته تجاه هاي النوعية من الأفلام؟ هاي النوعية من الأفلام عموماً تنبثق من آلية صناعتها اللي هي آلية كتير فردية وكتير تتعلق بالإنسان. البشرية كل ما عم تكبر وتكتر وتصير صرنا 7 مليار وشوي، بس بنفس الوقت كل ما عم يتركز أكثر على فردية الإنسان في هذا العالم. كتير مهم، يعني مثل ما هو بصمة الإيد متميزة بين هالسبعة مليار وشوي، كل فرد من هدول السبعة مليار كمان عنده تميزه وخصوصيته، بالتالي تحول كل فرد أو إنسان على وجه الكرة الأرضية لا مواطن صحفي أو مواطن مخرج أو مواطن فنان أو مواطن مصور، هذا شغلة يعني كتير مهمة كتير أساسية، وهي من أساسيات فكر الغرب أكثر من تكون أساسيات فكر الشرق. الغرب اللي بيركز كتير على فردية الإنسان وعلى تميزه وعلى عدم تحوله لحجر ضمن شمولية معينة أو ضمن حراك معين، دائما الفردية هي اللي بتعطي التميز وهي اللي بتعطي الإبداع. فبالتالي من هون تجي أهمية مهرجان أفلام الموبايل أو صناعة أفلام عن طريق الموبايل. يعني كل إنسان بس هيك ممكن تكسر قواعد كتير معروفة بصناعة الأفلام، يعني مين قال ممكن ما يلتزم بي أو إذا مين قال إنه القاعدة ممكن أحيانا تقتل الفن؟ ممكن كتير ممكن القاعدة تقتل الفن. أنت ممكن تكون أحيانا موجود بمكان وزمان غريبين طالع تصلح أنتين المدري شو على الأسطوح، فجأة تلاقي قدامك لقطة رائعة، لقطة سينمائية سوبر رائعة تلتقطها أنت بلحظة. هون هيك الإنسان صار قادر على التقاط الجمال بالسينما عبر موبايله بأي مكان، ممكن يكون برحلة، ممكن يكون بالأسانسير، ممكن يكون بالأبو، بالسماء على الأسطوح، بأي مكان بلحظة معينة هو قادر أنه يلتقط لقطة سينمائية ممتازة جماليا عالية جدا متميزة جدا، قد تقارب لقطات سينمائية يجهز لها المخرجين أحيانا يومين وثلاثة. لا، في سينمائيين ممكن يجهزوا لقطاتهم يومين وثلاثة. هاي أهمية الموبايل وقت نسخره لعمل الفن ونسخره لإنجاز عمل فني فردي. تمام. يعني من كلامك هذا إذن أستاذ ميزر
سمعنا أستاذ فارس وهو يعني يشيد بفعلا هذا الفن المستحدث الحديث وأديها لم يأثر بالمهرجانات. أنتوا أعطيتوا منحة لست أفلام من أصل 33، كيف قيمتوا على أي أساس تم تقييم هاي الأفلام وعرضها؟ هاي المنح اللي كانت لست أفلام اختارت لجنة تحكيم مستقلة من مخرجين سوريين، اختاروا هاي الأفلام، كان التقييم على أساس فني وسينمائي فقط. فني وسينمائي. يعني طيب هدول اللي حصلوا على الست منح هم نفسهم كمان اللي تم تدريبهم بمشروع بيكسل؟ لا طبعا كانوا مختلفين عن كانوا 11 ناشط اللي تدربوا بورشة بيكسل هم مختلفين عن اللي أخذوا منحة العبور ومنحة تيوب. نعم. طيب هاي المبادرات اللي عم بتصير اليوم بهيك شيء بصناعة السينما بظل الظرف الحالي اليوم وعدم توفر، هل هو اليوم الموبايل صار فعلا هو البديل عن الكاميرا بالداخل السوري؟ أكيد طبعا طبعا. الموبايل عمل تغييرات سياسية بالعالم العربي، عمل تغييرات ثورات، يعني هو بديل حقيقي لكل شيء، هو عينك عين الإنسان الموجودة في كل مكان، وهو طبعا بديل رخيص وحيوي وكتير فعال انك انت تنجز فيه اشياء يعني فعلا ما كانوا يحلموا فيها اجيال سابقه، يعني وهي متوفره بايدين احيانا الناس غير محترفين وغير وهوات، يعني بيقدروا يوصلوا الهم الحقيقي الموجود هن لما بيعكسوا هالصوره عن طريق الموبايل. يعني السينما كل شيء اللي عم يشتغل بيشتغلوا السينمائيين بيوصفوه لحتى يوصلوا احساس، الكاميرا بتوصل احساس. هون بقى الكاميرا الموبايل قصدك، هون طبعا هون بقى بتجي بقى حرفيه وقصديه اللي ماسك الموبايل. مشان هيك الرفاق والاصدقاء بمهرجان افلام الموبايل عملوا اختيارات معينه، لانه مو كل مين اخذ لقطه معينه بالكاميرا الموبايل ممكن يمنتجها ويسويها فيلم. لازم يكون في خطه وفي منهجيه معينه وفي على الاقل اعداد مونتاج معين لهي اللقطات مشان تصير ما يشبه بألفابت الأفلام فيلم. يعني الفيلم بالنهاية هو السينما، هي علم، هي فيها أبعاد ومنهجية وأسس، مو اعتباطا أنه فيني أنا أعمل فيلم، فيني أعمل فيلم سميه فيلم، بس بالنهاية في مين مهرجان أفلام موبايل رح يرفضه، رح يقول أنا ما بدي أنا بدي فيلم الثاني، لأنه هذا في أسس، لانه في احترام لمهنه السينما اللي هلا فيها دفق كتير كبير من مئات الاف الافلام عم تتصور بسوريا، حقيقه مئات الاف وما عم بمزح انا، يعني مئات الاف من الافلام الموبايل وصولا للكاميرات العاديه اللي صار حقها $2000 و$1000 بتوزع مجانا عبر المؤسسات الان جي اوز والكذا، يعني صار في فعلا الاف الاشخاص اللي يحملوا كاميرات اللي بيقدروا يتعاطوا مع الافلام. طب استاذ فارس، كان في يعني تبعا للحديث يعني وقد هو له تاثير، كان في مهرجان رديف يعني وحدث في تدمر للنظام وروسيا ايضا كانوا عاملين حفل موسيقي بالتوازي مع انطلاق هذا المهرجان، طب كيف كان صدى الشيئين يعني في نفس الوقت؟ لا هذا تبع تدمر مسخره، يعني هذا لا يقارن ولا لا يجوز مقارنته بمهرجان افلام موبايل. مهرجان افلام موبايل مهرجان افلام الشعب السوري، افلام سوريا، افلام مواطنين سوريين، شباب سوريا مشتغلوا فيه ناس سوريين، مو فرقه روسيه كولونياليه امبرياليه جايه عم يشرف عليها الرئيس القيصر بوتين بذات نفسه عبر شاشه على ليحتفل بانتصاراته على مدينه تدمر وعلى شعب سوريا، يعني في فرق كتير كبير، فرق كتير كبير، ولكن انه هناك يعني هو مشكله ان حدثين بنفس الوقت تقريبا، حدثين بنفس الوقت طبعا، تدمر تاريخي وايضا بصرى الشام مدرجات تاريخية، يمكن يكون يعني الحفل بمدرج بصرى يكون افضل رد على حادثه مهرجان احتفال تدمر، بس يعني بالنهايه لا يجوز المقارنه يعني. انا برايي
طيب هاي النقطة ميزر بدنا نسألك عنها، يعني نحن لاحظنا أنتو فورا مباشرة وقت لما شاهدنا ما حدث بتدمر أنتو فورا بلشتوا تنشروا الصور أنه أنتو عملتوا أيضا شيء على مدرج بصرة، بينما ما حدا اهتم، يعني شفنا وكالات الأنباء كانت مهتمة بما حدث بتدمر ولم تهتم ببصرة، هل هو ضعف من قبلكم؟ أنتم ما قدرتوا تتواصلوا مع وكالات الأنباء؟ شو الوضع؟ لا. حقيقة انه نحن كان عرض بصرة مو خبر بنفس اليوم، يعني هو كان خبر من 15 يوم تقريبا، هو كان عرض بصرة قبل عرض اللي عمله النظام بمدرج، بتعرف انت وكالات الانباء الخبر اليومي هو اللي بينزل يعني. ايه بس نحن وقت لما صار تبع بصرة ما شفنا الاهتمام مثل ما صار وقت تدمر. طبعا اكيد يعني عرض بصرة كان عرض فني للشعب السوري، بينما هون كان بيحمل دلالات وقصص سياسية اكثر، يعني المحتل الروسي عم يعزفوا له فرقة روسية بمدرج تاريخي بسوريا. يعني في جانب كمان استاذ ميزر انت ذكرته بدايه اللقاء، انه كان في برنامج بيكسل دربته فيه 11 مخرج بالاضافه الى منح واقامه المهرجان، يعني كل هالشيء هناك، يعني هذا الشيء بيحتاج لدعم، في جهات عم تدعمكم دوليه، انتم عم تدعموا نفسكم، من وين عم يجي الدعم؟ نحن عم نقدم على منح من مؤسسات ثقافيه مثل مؤسسه افاق دعم الصندوق العربي البرنس كلاوس لنغطي هاي المنح والجوائز اللي بدنا نقدمها للمخرجين اللي عم يشاركوا بالمهرجان والورشات التدريبيه اللي عم تكون بتسويها. نعم. استاذ فارس، على ما يبدو انه كانه اليوم نحن عم نعيش صراع ثقافي لنفس الشعب نفس البلد، يعني انه بين المعارضه وبين الموالاه، كل حدا بده يبرز شو هو، انه نحن اللي بنقدم الثقافه بده يبرز للعالم انه نحن بدنا نقدم الثقافه، نحن اللي بدنا نقدم الوجه الحضاري لسوريا، يعني النظام بده يقول انه نحن المدنيه والعلمانيه والمعارضه بدهم يشتغلوا على نفس الموال، نحن كذا، شايف هذا الشيء فعلا هو طبعاً. هيك اليوم واقع؟ ما هو جذر الصراع اصلا الموجود بسوريا هو صراع ثقافي، هو صراع ثقافي على انه من يمثل ثقافه سوريا. طبعا هو اخذ اوجه كثير متعدده منها السياسي والاقتصادي والكذا، بس بالدرجه الخامسه هو موجود صراع ثقافي اللي تفضلت فيه انت موجود حقيقه، موجود في ناس انا بزماناتهم قالوا لي هو صراع بين علي الديك واصاله. يعني في شيء يعني بين جورج والسوف او مثلا بين جورج والسوف واصاله، انه من يمثل اذا تقولي مطرب سوري من يمثل هذا سوري؟ هذا القسام عم نشوفه مع هذا موجود من 20 سنه، موجود من 20 سنه، بس ما كانوا الناس يتجرؤوا يقولوا لا. يعني مثلا هي بسوريا كانت في ظاهره مثلا اغاني الكراجات، الانفجار هذا الهائل اللي فيها، السينما، الدراما، المسرح، كله هذا موجود. طبعا صراع ثقافي حقيقي، ولو اتيح طبعا المعارضه مقصره كثير جدا، يعني مو كثير، مقصره بشكل مريع يعني في دعم الثقافه، ما اصلا لم يسجل الائتلاف مثلا اذا اعتبرنا انه هو الهيئه السياسيه الوحيده للمعارضه، لم يسجل لها دعم اعتقد انا اكثر من مشروع او مشروعين خلال الخمس سنين، علما انه التدفق المالي الكبير عندهم. يعني بالمقابل الشباب اللي عم يشتغلوه هو كله جهود فرديه وتمويل شبه ذاتي ومبالغ كثير، يعني بالكاد يعني عم تكفي لانجاز هيك مشاريع. يعني بينما نحن بنشوف بالنظام عم بصور افلام بحمص على انقاض طبعاً. حمص عم يحول المدن المحطمه لاستديوهات لتنفيذ افلامه. يعني في كثير ظلم بالموضوع، وفي كثير محاوله حقيقيه وحسيسه لتشويه الواقع وتزوير الحقائق، وهون هذا الشيء اللي عم يحاولوا الشباب بمهرجان افلام موبايل وبغيره من المهرجانات، مهرجانات مسرح، مهرجانات سينما، مهرجانات فن تشكيلي، تظاهرات هون وهون متناثره بالعالم، يعني من استراليا لكندا، لتجميع شتات الفن السوري وتنظيمه ومنهجته بشكل معين. تمام. ميزر، اهم الافلام اللي انعرضت، ابرز الافلام اللي متعرف عليها، يعني مشاهد جولة الصباح كان في فيلم ايراني مميز، حابين يعرفوا شو هو ابرز الافلام اللي انعرضت. يعني ابرز الافلام السوريه
السورية. نعم احكي لنا عن الفيلم الإيراني اللي كان هو فيلم الافتتاح. اوكي، يعني كان حقيقة في افلام مميزة، ويعني كانت من ورشة بيكسل ولا منح اللي اخذت منحة عبور ومنحة تيوب. بصراحة انا ما فهمت أقول عن الأفلام، يعني هي متميزة أكثر من الثانية من أفلام المهرجان. أبرزها يعني في عنا مثلاً فيلم عنقودي اللي حالياً عم يشارك بمهرجان دولي الأفلام القصيرة بإسطنبول وبرلين وجاكرتا. بيحكي قصة ولد تعرض فجرت بإيده قنبلة عنقودية، تغيرت حياته من بعد هذا اللي صار معه. في فيلم بيحكي قصة طفل كمان بحلب، عامل مدينة هو بيتخيلها لحلب بعد ما تنتهي الحرب. كمان في فيلم عتيل اللي هو بيحكي تجربة شخصية للمخرج، كيف هو عبر حاول يدخل على تركيا من أكثر من مكان، فرين من إدلب. ميزر مطر المنسق لمهرجان، منسق الإعلامي لمهرجان سينما الموبايل، شكرا كثير لوجودك معنا. أستاذ فارس أنت بقيان معنا، حكى مجموعة من الأفلام، أسماء الأفلام اللي معروضة بهذا المهرجان. بتحس انه كثير السوريين رايحين دائما بس يركزوا على الوجع على الوجع على الوجع، يعني اليوم هو هذا هو دور السينما اليوم، فقط التركيز على الآلام والوجع يعني. لا، هن ببساطة عم يحاولوا ينقلوا رسالة للعالم، يعني هي صرخة بشكل آخر. السينما مهمتها إيصال رسائل للعالم الأصم، العالم الأعمى، العالم الأبكم، يلي عم يغض الطرف تماما عن المأساة السورية. بس وجود نوع آخر من أشكال الأفلام، يعني الأفلام اللي علاقة مثلا بظاهرة حب مثلا داخل الحرب، أو حالة نجاح، أو حالة فرح، أو حالة سعادة، حابين نعرف المواضيع. إذا ما كانت حرب، شو أكثر السياقات اللي تم تناولها؟ غالبيتها هي عن نقل المأساة السورية، بس أنا عم أقول الواحد اللي بده ينقل مواضيع أخرى مثل ما تفضلت، العلاقة بالحب أو الفرح أو الكذا، فهي لازم تكون تمتلك وعي أكبر لإنجاز هيك نوع من الأفلام، لأنه كتير رسالة الحب أو الفرح أو النجاح داخل الحطام أو داخل الدمار أو داخل الألم هي مهمة بنفس قدر أهمية نقل صورة الدمار أو نقل صورة الألم الموجود بسوريا. قديه مهم كمان الثقافة، يعني نحن بنعرف حضرتك أنه يعني كاتب مسرحي وصحفي وبتكتب، بنفس الوقت قديه مهم أنه الواحد لما بده يعمل فيلم يكون بيقرأ، يعني كمان هذا قديه بيلعب دور، يعني يمكن القراءة كمان بتفتح له آفاق كتير كبيرة، مظبوط؟ أكيد طبعا، يعني بالنهاية في عندك أنت الفن العفوي الفطري، وفي عندك الفن المتعوب عليه، الممنهج المدروس، نوعين تماما منفصلين عن بعض. في الفنان اللي ممكن ما يكون ماسك ريشة بحياته، يمسك ريشة ويعمل لك لوحة تذهلك تقول شو هاد، وفي الفنان اللي بيكون دارس 45 سنة وفعلا كل لطخة لون موجودة على اللوحة إلى معنى وإلى دلالة. ونفس الشيء بالسينما، في الفنان اللي ممكن يمسك كاميرته ويعمل يصف الناس عشوائيا ويعمل عمق ويعمل إضاءة ويعمل كذا، وبحاسته بقدرته البديهية على تقدير الضوء وتقدير الصوت وتقدير الكذا ينجز لك فيلم مذهل. بنفس الوقت في عالم تكون دارسة سنوات طويلة بتنجز كمان نفس القدر أو أقل أو أكثر يعني من السينما. هي شغلة دائما تعتمد على الموهبة وعلى قديش الإنسان صادق بإنجاز عمله. طب أستاذ فارس، ذكر أنه هاي الأفلام رح تنافس على 4 جوائز، شو طبيعة المنافسة وشو الجوائز اللي ممكن أنه يدخلوا ضمن هذا السياق؟ ما عندي أنا بالمعلومات دقيقة، بس بتخيل هي جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل إخراج إلى آخره هيك شيء. بس كتير مهم تشجيع هدول صناع الأفلام على استمرارهم
بإنجاز هيك نوع من الأفلام، لأنه هيك عم يفوتوا بنافسة كبيرة طبعاً، فهني لازم شوي طبعاً فيها توتر أعلى بصير طبعاً. إنجاز الأفلام عملية بحاجة لمين يدعمها، لمين يشجع، لمين يمسك بإيدهم ويأخذهم وينقلهم فعلاً من مهرجانات محلية لمهرجانات أكثر عالمية. ونحن يعني هلأ صار ما في ما بيمرق شهر ما بنسمع أنه فلان أو فلان أو فلان أخذ جائزة، بيكون مصوره بكاميرا صغيرة أو كاميرا كذا، وفعلاً هالشيء بنفتخر فيه وشيء كتير مهم. شكراً كتير لك سيد فارس الذهبي الكاتب المسرحي، شكراً كتير لك.